راسي يوجعني. عزت شيك انا ابوك يا با؟ راسي يوجعني، ما ادري وش فيه. عين ما صلت على النبي وانا ابوك، عين ما صلت على النبي، بسم الله عليك. خلاص يا باي، الجوال طفى والصداع راح، واحس اني احسن. لا والله يا ابوك، لا عين ما صلت على النبي، الله يبا في عينه. روح كلم امك، خلها تجهز القهوه والشاي، قول ابو مطحس جاي. امشي يا ربا على هذا الخشب الأفطس. عزوز كيف راسك؟ بخير؟ والله احسن يا ربا. ابو مطحس جاء، قم امشي. ارحم يا ابو عليكم. وعليكم السلام. الله يبقيك يسلمك. تفضل يا رجال، البيت بيتك. ارحب الرجال. الله يبقيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا رجال، وحييك. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو مطحس، لا والله زارتنا البركة، الله يحييك. كيف حالك علومك؟ الله يبقيك يسلمك، والله اني بخير الحمد لله يا ابو عزوز. الا وين يا امك يا ابو مطحس؟ ما عاد لك شوفه. الا موجود، لكن انت تعرف البرد، من لا تقدر اطلع ولا اجي. الا يا ابو عزوز، عزوز وش يدرس؟ الرجال يدرس خامس، وما شاء الله اموره طيبة في المدرسة. ايه اذكر رجال زمان كان في صف اول ابتدائي، الحين ما شاء الله عليه صار صف خامس. يا رجال اذكر الله قول ما شاء الله. يا رجال قلنا ما شاء الله قبل ما تقوله. جزاك الله خير، ذكر الله حلو. قم جيب القهوة. ابشر ابشر. جاك شيء؟ لا ما جاني شيء. اذكر الله جعل في عينك عود، اذكر الله زين. يا ابن الحلال، انا من اول ما جيت وانا اقول ما شاء الله، وانت تقول لي قول ما شاء الله، وانا اقول ما شاء الله. يا اخي تعبتني بنفسي، هاي ايش اسوي بك ذا الحين؟ تراني داخل على الله ما عليك، انت جيت تلفت على ولد وتقول ما شاء الله. ايه يعني الشغله كذا، انت زودتوها بزياده، لكن ابشر. عليك وعلى أبوك ما شاء الله تبارك الله. صح يا ولدي، صرت أحسن. صح. وأنت ما عندك تحس في نفسك شيء؟ وأنا أحس على خفي. عليك وعلى ورعك الله لا يبارك فيك. أنت ورعك شرع علي، أنا اللي جيت عليك.